السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سنتعرف على أسماء بعض الأمراض الشائعة بالفرنسية. أسماء بعض الأمراض الشائعة بالفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. فأولا مرض، فمرض باللغة الفرنسية هو une maladie. نعطيو مثال أو إكزامبل. Ma mère souffre d'une maladie chronique. Ma mère souffre d'une maladie chronique. Ma mère, هي أمي, souffre, تعاني, d'une maladie, من مرض chronique, مزمن. Maladie chronique, هو مرض مزمن. Donc, ma mère souffre d'une maladie chronique. أمي تعاني من مرض مزمن. فانتبهوا هنا بالنسبة للكرونيك فتكتبوا بالCH. وتنتقو بك كرونيك. الآن نمر نتعرف على أسماء بعض الأمراض الشائعة. فالحمى، الحمى بفرنسية هي la fièvre. نعطيو إكزامبل. فإلا بغيت نقول مثلا أنا مصابة بالحمى هي j'ai de la fièvre. يعني أنا مصابة بالحمى، j'ai de la fièvre. سعال هو la toux. فبالنسبة لاتو تكتب بإكس ولكن لا ننطقها، إكس في آخر الكلمة ولكن لا تنطق، دونك نقول لاتو. إكزامبل، mon fils tousse toute la journée. mon fils ابني tousse يسعل toute la journée طيلة اليوم أو طيلة النهار. دونك مون فيس توس توت لا جورني أو ابني يسعل طيلة النهار. دونك هذا بالنسبة للسعال أو لا تو. الدوار، فالدوار أو الدوخة بين قوسين هو لو فيرتيج. إكزامبل، لي فام زونسانت سوفر دو فيرتيج durant leur grossesse. Les femmes enceintes souffrent de vertige durant leur grossesse. Les femmes هما النساء. Enceintes الحوامل. Les femmes enceintes. فهنا كنديرو la liaison. Donc les femmes enceintes النساء الحوامل souffrent يعانون de vertige من الدوار durant أثناء leur grossesse. أثناء leur grossesse الحمل، فالgrossesse هو الحمل. Les femmes enceintes souffrent de vertige durant leur grossesse. النساء الحوامل يعانون من الدوار أثناء الحمل أو أثناء حملهن. Donc les femmes enceintes souffrent de vertige durant leur grossesse. المغص، المغص أو الألم في البطن هو les coliques. نشوفو اكزامبل او مثال. Ne mange pas trop de bonbons sinon tu auras des coliques. Ne mange pas trop de bonbons sinon tu auras des coliques. Ne mange pas لا تاكل trop de bonbons الكثير من الحلوى sinon والا tu auras des coliques. سيكون لديك مغص. Donc ne mange pas trop de bonbons sinon tu auras de colique. لا تأكل كثير من الحلوى وإلا سيكون لديك مغص. Donc ne mange pas trop. Donc trop هي الكثير. De bonbons, les bonbons ما الحلوى. D'accord. Ne mange pas trop de bonbons sinon tu auras des coliques. فقلنا les coliques هو المغص أو الألم في البطن. الحساسية هي l'allergie. D'accord. Donc الحساسية هي l'allergie. Exemple أو مثال. Le dermatologue dit que j'ai une allergie au poisson. Le dermatologue dit que j'ai une allergie au poisson. Le dermatologue هو طبيب الأمراض الجلدية. Dit قال que j'ai une allergie
عندي حساسية au poisson. Tu gères samak. Donc, le dermatologue dit que j'ai une allergie au poisson. طبيب الأمراض الجلدية قال لدي حساسية تجاه السمك. فpoisson هو سمك. Le dermatologue هو طبيب الأمراض الجلدية. D'accord? Donc, le dermatologue dit que j'ai une allergie, l'allergie حساسية au poisson تجاه السمك. فهذا بالنسبة للالرجي اللي هي الحساسية. الآن مر التوحد. فالتوحد هو الاوتيزم. 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 اوتيزم. اكزامبل. الاوتيزم est une maladie infantile. الاوتيزم est une maladie infantile. الاوتيزم اللي هو التوحد est une maladie infantile. يعني مرض الطفولة او مرض يصيب الاطفال. يعني التوحد هو مرض يصيب الأطفال. الأوتيزم est une maladie infantile. فبالنسبة للأنفانتيل جات من كلمة enfant. enfant طفل. d'accord. maladie infantile هو مرض الطفولة أو مرض يصيب الأطفال. داء السكري هو le diabète. le diabète. le diabète. وبالنسبة للشخص اللي مصاب بالسكر كيتسمى diabétique. 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 فمثلا ma grand-mère est diabétique. ma grand-mère est diabétique. يعني جدتي مصابة بالسكري. ma grand-mère est diabétique. d'accord. donc le diabète هو داء السكري و diabétique هو الشخص اللي مصاب بالسكري. فكيتسمى diabétique. d'accord. الان مرو الفقر الدم. بالنسبة لفقر الدم هو l'anémie. l'anémie. الانيمي. والشخص اللي مصاب فقر الدم كيتسمى انيميك. انيميك. دونك الانيمي فقر الدم والشخص اللي فيه فقر الدم كيتسمى انيميك. اكزامبل احمد اي انيميك. احمد اي انيميك. يعني احمد مصاب بفقر الدم. دونك احمد اي انيميك. بالنسبه للزكام هو le rhume. le rhume. le rhume. فانتبهوا le rhume يكتب ب h ولكن لا ننطقها. le rhume. d'accord. h لا تنطق. le rhume. وبالنسبه للانفلونزا فهي la grippe. la grippe. la grippe. فهناك فرق بين الزكام والانفلونزا بحيث هاد المرضين يتشابهان لحد ما. فالفرق اللي بين هاد المرضين هما الاعراض. فالانفلونزا الاعراض نتاعها اشد من الزكام. فبالنسبه للمضاعفات في الزكام يعني ما عندوش مضاعفات خطيره على عكس الانفلونزا اللي عندها مضاعفات خطيره اللي تقدر توصل حتى الوفاه. فبزاف الناس اللي كيظنوا ان الزكام والانفلونزا هما اسمين لمرض واحد ولكن لا. هما مرضين مختلفين يختلفان في الاعراض وفي المضاعفات. فكيف قلت الزكام او الغيم ما عندوش مضاعفات خطيره على عكس الانفلونزا او لاغريب اللي عندها مضاعفات خطيره تقدر توصل حتى الوفاه. دونك هذا هو الفرق ما بين الغيم اي لاغريب او الزكام والانفلونزا. نتمنى يكون واضح لكم. الاسهال هو la diarrhée. la diarrhée. la diarrhée. فبالنسبه لا diarrhée فتكتب ب h ولكن لا ننطقها. la diarrhée. la diarrhée. d'accord. الامساك هو la constipation. la constipation. donc الاسهال هو la diarrhée والامساك la constipation. la constipation. الكآبه هي la dépression. la dépression. la dépression. الربو مرض الربو هو لازم. 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 فبالنسبة لازم تبهوا لهذه الكلمة فتكتب ب a s t h m e وتقرأ ب ازم. ازم. هذه ال t h لا ننطقها فنقرأ ازم مع أنها تكتب ولكن لا تقرأ. دونك أزم. لازم. لازم هو الربو. ضغط الدم لا تنسيون. لا تنسيون. لا تنسيون. الشقيقة أو الصداع اللي كيكون في
في النصف نتاع الراس، يعني ماشي في الراس كامل ولكن تيكون غير في النصف نتاع الراس، يسمى بالشقيقه. بالفرنسي هو لا ميغرين، لا ميغرين، لا ميغرين. دونك لا ميغرين هي الشقيقه. صرع هو ليبيليبسي، لي بيليبسي، ليبيليبسي هو الصرع، ليبيليبسي. جذر الماء لا فاريسيل، لا فاريسيل، لا فاريسيل. فبالنسبه لجذر الماء او لا فاريسيل هو واحد المرض اللي غالبا كيصيب الاطفال، فهو كيكون عباره عن نقط حمراء تصيب الجسم، يعني كتكون في كامل الجسم كتكون النقط حمراء، تسمى لا فاريسيل. الحصبه هي لا روجول، لا روجول، لا روجول. فالحصبه هي لا روجول. تسمم هو empoisonnement، empoisonnement، empoisonnement. نزيف في الأنف le saignement de nez، le saignement de nez. التهاب، التهاب هو inflammation، inflammation، inflammation. انفلاماسيون تكتبو ب 2 ام، انفلاماسيون. الاكزيما هي ليكزيما، 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 ليكزيما. التهاب الكبد ليباتيت، ليباتيت، ليباتيت. فبالنسبه لالتهاب الكبد فكاين ليباتيت ا وليباتيت بي وليباتيت سي، ففيه 3 انواع. الم الاسنان لا راج دو دون، لا راج دو دون، لا راج دو دون. دونك لا راج دو دون هو الم الاسنان، فلي دون هما الاسنان. الغثيان هو لا نوزي، لا نوزي، لا نوزي. فبالنسبه للنوزي تكتب ب ا وتقرا او، لا نو، لا نوزي، لا نوزي هو الغثيان. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى درس نتاع اليوم تكونوا استفدتوا منه وتعرفتوا على اسماء بعض الامراض الشائعه باللغه الفرنسيه. فنتمنى يكون كل شيء واضح لكم، كل شيء مفهوم. فإذا استفدتوا من هذا الدرس فما تنسوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، ونتلقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.